وبعدين ايه، النهارده هنعمل تحدي فتح الاندومي وهنكسب فلوس كتير. يلا نجرب. انا راح اختار هذا. استنى نشوف. 1 2 3. يا رب بقى يطلع حظ حلو. اطلعي بقى. ايه لما افتحها؟ انا عايزه يلا يا فرح، يلا يا فرح. راح اختار هذا. لما اشوف بقى حظي. هذا افتحهولك. لا شكرا. اوه دورك يا انجي. راح اختار هذا. يا رب يطلع حظ حلو المره دي. هذا ده فين؟ ايه ده يا بابا؟ مفيش حاجه. ده حاجه خالص. يلا يا فرح. راح اختار هو ده. ما فيهوش. يا بعد يطلع حلو. بيت ورقة. بابا انا عايزة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يطلع حظ حلو. يا رب يا رب ان شاء الله مش هفطر ولا يبقى حظ حلو. يا رب. الله شكلي كسبت. اطلع. هذا نيجي هذا. يلا يا فرح. هنا وقتي. يا رب يطلع حظ حلو بقى المرة دي. يا رب. شكلي كده هكسب. اهي. حظك حلو.
لازم، أنا لازم ألاقيها. سأختار هذا. بكسب المرة دي. صراحة فيك. أوه. يلا يا إنج. يلا يا فرح. يا حظي الوحش، يا حظي لما كنت ليا. خدي يا اختي ماما، ما نبغي راح الاقي. هي يا حظك، يا حظك تداري 5 جنيه. اهلا استنى. انا كده عرفت حاجة، الاندوم اللي انا مكتبتش فيه يا ماما اهو، هو ده ليه في ورقة، يبقى هي فيها ماما. ايضا غدا هي نجاح، هي الخسرانة. لقيت واحد كمان، لقيت واحدة كمان يا ماما، لقيت واحدة. هنشوفها بقى هتعمل ايه. انا كسبت 5 جنيه. في واحدة هنا اهي. استنى يا فرح، ما تدورش معايا في الأندومة عشان انتي كسبتي. خطلة. على فكرة كل الأندومة في اتنين. هي انا هشوف بقى واحد. لا لا، عشان انتي خدتي 5 يا ماما. هو كان لازم
للأسف ما لقيتش. خلاص هي. كيف يا بقى؟ هو انا اخذ حظي وراحت. باي مع السلامة. قطة قطة هي قطة معزوزة يا فرح قطة. مع السلامة، هنشوفكم في الحلقة الجاية، حلقة طق البالونات.